بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن المفطرات بالإجماع الجماع في نهار رمضان للصائم، إنه يبطل الصيام ويوجب القضاء. ولا يكفي هذا، بل لا بد أيضا من الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. كفارة الظهار مثل كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، لأن الذي وقع على امرأته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأفتاه بذلك، أفتاه بهذه الكفارة. نعم. قال: أو رأى الهلال ليلته. نعم. أعيد العبارة. قال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان. في نهار رمضان، في نهار، أما الجماع في الليل الله أذن بذلك، إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في الليل في رمضان رخص الله في ذلك بعد أن كان ممنوعا في أول الإسلام. إنما الكلام في النهار للصائم. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل في قبل. تقدم لنا أنه إذا رأى الهلال وحده ورد قوله لم تقبل شهادته يلزمه الصيام عملا برؤيته هو. فإذا كان يلزمه الصيام ولو لم يصوم الناس فإنه إذا جامع تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة بناء على رؤيته وما تيقنه في نفسه، تلزمه الكفارة لأنه جامع في نهار رمضان بالنسبة له هو. نعم. قال: أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي. الجماع، الجماع الذي تجب به الكفارة هو تغييب الحشفة، تغييب الحشفة الأصلية خلاف الزائدة الأصلية. في فرج بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ففسر صلى الله عليه وسلم فسر الجماع بأنه يلتقي الختانان، ختان الرجل وختان الأنثى، وذلك بتغييب الحشفة. نعم. أو دبر ولو نافيا. المهم في فرج، المهم في فرج حرام، فلا يجوز له ذلك ويبطل صيامه عليه الكفارة. نعم. أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. نعم. من جامع فعليه الكفارة سواء كان جاهلا أن الجماع لا يجوز أو كان ناسيا أنه صائم
أو كان مكرها على الجماع، لأن الرسول لم يستفصل من الرجل. الرسول لما جاءه الرجل سأله أنه وقع على أهله وهو صائم، لم يستفصل منه هل أنت مكره، هل أنت جاهل، هل أنت ناسي، لم يستفصل منه، بل أمره بالكفارة. هذه وجهة نظر من لا يعذر بالجهل في هذا أو بالنسيان أو بالإكراه، أن الرسول لم يستفصل منه. لكن إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى، وهي أن المكره معذور، وأن الناسي معذور، وأن الجاهل معذور، فنقول هذه أعذار تسقط عنه الكفارة، وهو قول لجماعة من أهل العلم. لكن المذهب هنا أنه لا تفصيل، لأن الرسول لم يستفصل. نعم. فعليه قضاء والكفارة أنزل أو لا؟ الجماع لا يشترط له الإنزال، يكفي أنه أولج ذكره في الفرج، أنزل أو لم ينزل، لأنه يجب عليه الارتسال ولو لم ينزل، كذلك الكفارة. فإذا أولج ذكره في الفرج ولم ينزل نقول بطل وضوءك ولزمك الاغتسال، فكذلك الكفارة. نعم. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، يعني يحتمل خنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى. نعم. أو قبل امرأة، فلذلك سمي مشكلا، مشكل لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. نعم. أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى. التفاصيل كلها التفاصيل لسنا بحاجة إليها، المهم إذا جامع وجبت عليه الكفارة وخلاص. نعم. قال لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. نعم. لم يفسد صوم واحد منهما إلا في غير الفرج الأصلي، في غير الفرج الأصلي، إذا كان خنثى مشكل أو فرج زايد أو فإنه لا يفسد صومه، لأنه لا يصدق عليه أنه جامع، في لأن هذا ما هو فرج أصلي، وله معلوم أنه فرج أصلي، إلا إذا أنزل، إذا أنزل بطل صومه. أما مجرد الإيلاج في فرج غير أصلي بدون إنزال فهذا لا تلزمه الكفارة. نعم. إلا أن ينزل كالغسل وكذا، كما أنه لا يجب عليه الغسل في هذه الحالة إلا إذا أنزل. نعم. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. نعم. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان مجبوب يعني مقطوع الذكر، المجبوب اللي ما بقي له حشفة، قطع ذكره من النصف أو أكثر، هذا إذا غيب مقدار الحشفة، مقدار الحشفة من الباقي، يكون هذا جماعا. نعم. أو امرأتان بمساحقة، حصل بين امرأتين مساحقة، وهذا يحصل بين النساء خصوصا لما كثر خروج النساء في هذا الزمان، ويحصل منهن تبرج تزين اختلاط بينهن، تدب الشهوة بينهن وهي النساء، يحصل بينهم محاكة تسمى المساحقة. فإذا أنزلت بهذا يلزمها ما يلزم المجامع، يبطل صومها وعليها كفارة. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. إذا حصل إنزال بدون جماع، إنزال بدون جماع من ملامسة أو من قبلة أو من، ما نقول هذا عليه كفارة الجماع، هذا نقول بطل صيامه لأنه أنزل
وعليه القضاء فقط. كذلك المرأة إذا كانت مكرهة أكرهها زوجها على الجماع في رمضان فإنها لا كفارة عليها لأنها مكرهة. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. أما إذا طاوعت الزوج ولم يكرهها لكن انقادت هي له وهو لم يكرهها فعليها الكفارة مثل الرجل. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. المسافر له الإفطار، فإذا جامع في حال إفطاره وهو مسافر لا شيء عليه لأنه يباح له الأكل والشرب والجماع. لكن لو صام وهو مسافر يصح صيامه، لو قال أنا ما أنا مفطر أبصوم، حنا برمضان وأبصوم، هذا أهون علي من القضاء. وصام ثم جامع في أثناء صيامه ليس عليه كفارة لأنه مأذون له بالإفطار وهو مسافر، مأذون له يأكل ويشرب ويجامع ولا يتم الصيام، ما يلزمه إتمام الصيام وهو مسافر. نعم. فإذا جامع وهو مسافر وصايم فعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. نعم. لأنه صوم يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر، قال لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، يعني يجوز له يفطر إذا صام وهو مسافر في رمضان، يجوز له يفطر ولا يستمر. فإذا كان يجوز له الإفطار وتنازل عن الصيام يجوز له الجماع أيضا لأن الجماع إفطار. نعم. أشبه التطوع. نعم. أشبه ما لو جامع صائما صيام تطوع ليس عليه، يبطل صيامه لكن ليس عليه كفارة. نعم. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. نعم. يفطر لأنه إذا نوى الجماع بطل صومه لأنه قطع النية كما سبق. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم، تكرر الكفارة، هذا بحث تكرر الكفارة. إذا كرر الجماع في أيام فعليه عن كل يوم كفارة مستقلة. إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فيما سبق، كرر بدون أن يكفر قبل أن يكفر، فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن الكفارات في هذه الحالة تتداخل تكفي واحدة. أما إذا جامع ثم كفر في يوم ثم جامع في نفس اليوم فتكرر الكفارة عليه، لأن كل جماع صار مستقلا فتلزم به الكفارة مع التكرار. نعم. الحاصل أنه إذا جامع في عدة أيام فعليه عن كل يوم كفارة، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كرر الجماع في يوم واحد فإن كان كرره بعد الكفارة تتكرر عليه الكفارة مرة ثانية، أما إذا كرره قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها تتداخل، مثل من حلف عدة أيمان على شيء واحد قبل التكفير عليه كفارة واحدة تتداخل. نعم. قال أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية. نعم. وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى بغير خلاف يعني في المذهب، بغير خلاف في المذهب. نعم. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة.
اثنتان يعني كفارتان، عن كل يوم كفارة. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. إذا جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد تتكرر عليه الكفارة. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد. هذه مسألة إذا لزمه الإمساك في أثناء النهار، جام مسافر وقدم إلى البلد في أثناء اليوم يلزمه الإمساك، مثلا مسلم كافر أسلم في أثناء اليوم، كافر أسلم في أثناء اليوم يلزمه الإمساك بقية اليوم. فإذا جامع بعد أن لزمه الإمساك، جامع في وقت الإمساك عليه الكفارة مثل من صام من أول النهار. نعم. قال: وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا. من لزمه الإمساك أثناء اليوم، إما لأنه لم يرى الهلال، لم يعلم دخول الشهر إلا في أثناء اليوم، يلزم الناس الإمساك بقية اليوم، فمن جامع بعد لزوم الإمساك وجبت عليه الكفارة. نعم. إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. عليه كفارة من أجل حرمة الزمن، لأن هذا الزمن لا يجوز فيه الجماع، وهو وقت الإمساك بقية اليوم. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مريض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه. من جامع وهو صائم ومعافى ثم طرأ له عذر يبيح له الإفطار في أثناء اليوم، سافر أثناء اليوم، لم تسقط عنه الكفارة، لأنه حين جامع يحرم عليه الجماع، لا تسقط عنه الكفارة بحصول العذر الذي يبيح الإفطار بعد الجماع، لأنه تقررت في ذمته، فلا يسقطها العذر الطارئ اللي يبيح الإفطار. نعم. لاستقرارها كما لو لم استقرارها، يعني استقرت في ذمته، حصول العذر بعدها الذي يبيح الإفطار لا يسقطها. نعم. كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. لا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان، فلو صام قضاء ثم جامع، أو صام نذرا ثم جامع في أثناء النهار، أو صام كفارة ثم جامع، ليس عليه كفارة، لأنها خاصة برمضان، خاصة بالجماع في رمضان فقط. نعم. قال رحمه الله: والنزع جماع إخراج الذكر، يعني إذا أخرج ذكره فهذا يعتبر جماع، لأنه يسبق عليه التقاء الختانين. نعم. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، وهي كما سبق أن المساحقة بين النساء إذا حصل فيها إنزال فهي مثل الجماع، تجب بها الكفارة قياسا على الجماع. نعم. وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة. لما فرغ من موجبات الكفارة أراد أن يبين ما هي الكفارة. نعم. وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. الرقبة التي تعتق يشترط فيها شروط، ما كل رقبة تجزي، لا بد أن تكون مؤمنة. لو اعتق رقبة كافرة لم تجزي، لأن الله قال في كفارة القتل تحرير رقبة
مؤمنة. وقال في كفارة الظهار تحرير رقبة، لا ما في كفارة الظهار ما فيه، لكن قاسوها على كفارة القتل، لأن الله شرط في كفارة القتل اعتاق رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قاسوا بقية الكفارات على كفارة القتل، فيشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة لا كافرة، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون الرقبة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، رقبة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، فإن كان فيها عيب يمنع من العمل والكسب لا تجزي، لأن العتيق لا يستفيد شيئا بالعتق، إذا كان عاجزا عن الكسب لا يستفيد شيئا من العتق، بل بقاؤه في الرق يمكن أحسن له، من أجل أن سيده ينفق عليه ويتولى. فيشترط أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل الكسب يعني، أما العيب الذي لا يخل بالعمل هذا لا يؤثر. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين، فإن لم يجد، لأن خصال الكفارة هنا على الترتيب ليست على التخيير مثل كفارة اليمين، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير، لكن كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان ليس فيها تخيير بل هي على الترتيب. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين لا يفرق ويفطر في أثنائها حتى يكملها، حتى يكملها، هذا معنى التتابع. نعم. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، إذا لم يستطع الصوم ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، أي فقيرا. نعم. لا يكفي 10 ولا لازم 20، لازم 60 مسكين، كل مسكين نصف صاع أو كل مسكين مد على المذهب. نعم. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ما يطعم في البلد، نصف صاع مما يطعم في البلد. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فيما حصل له مع امرأته، قال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، وما الذي أوقعني إلا الصيام، قال له تطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، عرق من تمر، قال له خذ هذا تصدق به، قال أعلى أحوج منا يا رسول الله، ما في المدينة أهل بيت أحوج منا، قال خذه وأنفقه على أهلك، فقوله خذه وأنفقه على أهلك هل هو من باب الكفارة أو أنه سقطت عنه؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من يقول سقطت عنه لعجزه، ومنهم من يقول إن إطعامه لأهله هو نفس الكفارة لأنهم فقراء، فهو ما سقطت عنه لكن كفر بها عن نفسه وأطعمها أهله. فالعلماء في هذا على قولين، هل تسقط أو تبقى في الذمة، فإذا أيسر يكفر على قولي. نعم. المذهب أنها تسقط كما سمعت. نعم.
لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال قوله صلى الله عليه مكتوبة عندك صلى الله عليه وآله ولا لا؟ ها؟ لا ما هي موجودة شيء. إيه ليه تجيب شيء ما كتب؟ أحسن الله إليك. الكتابة نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. نعم. قال لأن الأعرابية لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر هذا على أنه سقطت عنه الكفارة وأطعمه أهله لكن يحتمل أنها أن إطعامه لأهله هو نفس التكفير والله أعلم نعم ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها ويسقط الجميع بكفارة يعني كفارة غير رمضان إذا عجز عنها ما تسقط تبقى في ذمته دين في ذمته فإذا استطاع أخرجها أما كفارة رمضان فهي التي محل الاحتمال والاختلاف نعم هل تسقط بالعجز أو لا تسقط نعم ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه نعم وجبت عليه الكفارة في اليمين في الظهار في الجماع في رمضان وجبت عليه فإذا أخرجها عنه أحد بإذنه جاز أجزى عنه ذلك لأن هذه عبادة مالية تدخلها النيابة العبادات المالية تدخلها النيابة فإذا أحد دفع عنك صدقة الفطر بإذنك أو دفع عنك كفارة الظهار أو القتل أو الجماع في رمضان بإذنك فإنها تجزي لأنها تدخلها النيابة نعم قال رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء هذه آداب الصيام انتهى من مبطلات الصيام فقال إلى الآداب آداب الصيام وآداب الصيام تجنب المحرمات من الأقوال والأفعال وعمل بالطاعات والمستحبات هذا الذي ينبغي للصائم أنه يتجنب المحرمات والمكروهات من الأقوال والأفعال وأن يشتغل بالطاعات من واجبات ومستحبات فيتجنب الغيبة ويتجنب النميمة ويتجنب سماع الأغاني والمزامير ويتجنب النظر إلى ما حرم الله كل هذه تجرح صيامه لكن لا تبطل الصيام لكن تنقص الصيام وتؤثم الصائم نعم أي قضاء الصوم نعم قال باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم يعني الباب مركب من شيئين أولا آداب الصيام وثانيا حكم القضاء إذا كان الإنسان عليه أيام من رمضان كيف يقضيها نعم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه يكره عرفنا أن شرب الماء متعمدا يبطل الصيام لكن لو جمع ريقه ثم ابتلعه هذا يشبه الشراب يكره له ذلك ما نقول يبطل صيامه لأن الريق لا يفطر لكن كونه يفعل هذا الفعل ويجمع هذا يشبه الشراب فيكره له ذلك نعم للخروج من خلاف من قال بفطره نعم عندنا يكره وهناك من يقول من العلماء أنه يفطر لأنه نوع من الشراب لكن الصحيح أنه لا يفطر لكن يكره له ذلك نعم ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه النخامة شيء معروف والمخاط اللي
وهي ثلاثة أنواع: تكون من الرأس، تكون من الصدر، تكون من الجوف. فالذي يتفل النخامة بجميع أنواعها إذا حس بها يتفلها ولا تؤثر عليه. لكن لو أنه أخرجها إلى فمه ثم ابتلعها ردها هذا يفطر، يعني بمثابة الذي أدخل إلى جوفه شيئا مما يؤثر على الصيام. نعم. أما لو لم تصل إلى حلقه بلعها، لأنها في 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 حلقه وبلعها ما خرجت إلى فمه، لا تفطر. نعم. ويفطر بها فقط أي لا بالريق. نعم. إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء. ما دامت في حلقه وابتلعها لا تفطر. إذا وصلت إلى فمه، الفم في حكم الظاهر، فإذا ردها مثل الذي وضع في فمه ماء ثم شرب يفطر. النخامة كذلك، لأنها مادة وصلت إلى فمه والفم في حكم الظاهر ثم ابتلعها متعمدا، فإنه يبطل صيامه. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو ونحوه فبلعه وإن قل بإمكان التحرز منه. وإن أخرج إذا حس بدم في فمه من اللثة أو من سن أو من أحس بدم، فإن سفله لم يؤثر على صيامه، وإن ابتلعه وهو يعلم أنه دم يبطل صيامه. نعم. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. إذا كان في فمه حصاة أو درهم، قطعة من الفضة أو من النيكل أو من فنفس الحصاة أو الجامد، هذا ما يؤثر لو بلعه، لأنه ليس غذاء. لكن إذا كان عليه شيء، على الريال، القرش، الحصاة، أي مادة إذا كان عليها شيء من ما يفطر الصائم، ملتبس عليها شيء وابتلعها متعمدا بما عليها، يبطل صيامه، لأنه تبلع شيء يتنافى مع الصيام. أما إذا لم يكن عليها شيء، هذه القطعة من المواد ليس عليها شيء، هذا لا يؤثر ابتلاعه، لأنها ليست من الطعام والشراب والمفطرات والمغذيات. نعم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر. الإنسان لسانه في فمه، لو أخرجه خارج فمه ثم رده وعليه بلل وعليه ما يؤثر هذا. نعم. لأنه لم ينفصل عن محله. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. نعم. لو أنه أراد تفل شيء من الريق أو غيره ثم رده متعمدا، إذا رده متعمدا يبطل صيامه، لأنه ابتلع ماء. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه ذوق أنه الطعام، طباخ أو امرأة تطبخ أراد أن يعرف ملح الطعام، هل هو مملوح ولا مملح، لا مانع أن يضع شيء في فمه من ماء الطعام، يضع شيء في فمه من ماء الطعام الذي يطبخ معه، ولا يبتلعه، يضعه في فمه ثم يمجه ولا يبتلعه، هذا لا يؤثر على صيامه. وإن كان يذهب الطعم مع المسام،
الإنسان يجد الطعام مع المسام، يروح مع مسام الجسم، لكنه ما بلعه مع حلقه فلا يؤثر. نعم، يجوز للصائم ذوق الطعام ليعرف ملوحته وصلاحيته ويمج ما في فمه، أما إن ابتلعه متعمدا بطل صيامه. نعم. قال المجد: والمنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة وحتاه هو. قال المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام ومن شيوخ المذهب الكبار أنه يجوز أنه يذوق ملح الطعام ولكن لا يبتلعه، يمجه، ولا مانع أنه يجد طعمه لأنه يذهب مع المسام لا مع الحلق. نعم، فيه شيء إذا وضعته لو ما بلعته تجد طعمه مع المسام، مسام الجلد. نعم. وحتاه هو والبخاري عن ابن عباس: ويكره مضغ علك قوي. حكي أن ذوق ملح الطعام جائز للصائم عن حكاه المجد وحكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بذلك. نعم. وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يلعب الله. أعد. قال رحمه الله: ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما العلك مضغ. على قسمين: علك يتحلل ويذوب، هذا لا يجوز للصائم، فإن استعمله وذاب وراح إلى حلق يفطر. النوع الثاني علك لا يتحلل ولا يذوب، علك متماسك، هذا يباح للصائم أنه يمضغه ولو كان يجد له شيء من الطعم. هذا قلنا مع المسام، الطعم هذا يروح مع المسام لا مع الحلق. العلك القوي يباح للصائم مع الكراهة، مع الكراهة تجنبه أحسن. العلك القوي الذي لا يتحلل. نعم. لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، يعني يكره كراهية التنزيه لأنه تترتب عليه هذه الأمور، إن يحرك البلغم ويكلف الصائم ويسبب العطش أيضا. نعم. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. إذا كان طعم الملح وطعم العلك وطعم إذا كان يذهب مع الحلق فإنه يفطر، أما إذا كان لا يذهب مع الحلق وإنما يذهب مع المسام، مسام الجلد، فهذا لا يؤثر. نعم. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع. هذا النوع الثاني من أنواع العلك اللي هو المتحلل لا يجوز. نعم. إن بلع ريقه وإلا فلا، إذا تحلل في فمه فإن تفله لم يؤثر، وإن بلعه مع ما تحلل من العلك متعمدا فإنه يبطل صيامه. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرف. هذا معنى ما ذكره في يعني في مسألة العلك أنه ينقسم إلى قسمين، هو ما ذكره في المقنع والمغني والشرح. المقنع، كتاب المقنع للموفق بن قدامة. نعم. والمغني كذلك للموفق، شرح الفرقي. المغني شرح الفرقي. نعم. والشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن أخي الموفق، شرح به المقنع. أخذ المغني اللي هو شرح عمه على الخرقي وركبه على المقنع فصار يسمى بالشرح الكبير، ولذلك لا تجد فرقا بين عبارة الشرح الكبير وبين المغني لأنه هو. نعم. لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه العلك وغيرها وهو لم يوجد، بل مجه وتفله فلا يؤثر. نعم.
وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. انتهى كلامه. المرداوي في الإنصاف أيضا شرح على المقنع، الإنصاف شرح على المقنع، إلا أنه يمتاز بذكر الروايات في المذهب والوجوه ويستقصي، فيعتبر قاموس الإنصاف، يعتبر قاموس لمذهب الحنابلة لإلمامه رحمه الله بذلك، جمعه من كتب متعددة، فهو كتاب مرجع في المذهب جيد. نعم. وجزم به في الإقناع والمنتهى. الإقناع للحجاوي صاحب متن الزاد، الإقناع لشرف الدين الحجاوي صاحب متن الزاد، شرفه الكشاف، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي. نعم. والمنتهى. المنتهى هذا كتاب معتمد في المذهب، كتاب معتمد مثل الكشاف، هو الكشاف هما عمدة المذهب عند المتأخرين. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. إذا أصبح الصائم وهو يجد بين أسنانه شيء من طعام بعد السحور لا يبتلعه، بل يتفله، يتفل ما تبقى بين أسنانه ولا يتعمد بلعه، فإن ابتلعه غير متعمد لا يؤثر على صيام. نعم. هذا من آداب الصيام. نعم. وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. تقدم لنا أن الطيب على قسمين: البخور وسحيق المسك، هذا لا يجوز للصائم أن يشمه، لأنه يذهب إلى فمه، يذهب إلى أنفه، تصاعد إلى دماغه، فلا يجوز له أن يشم البخور أو أنواع الدخان، لا يتعمد شمه. كذلك سحيق المسك المطحون لا يشمه، لأنه يتصاعد أجزاؤه إلى الأنف، فيتجنب هذا. أما الطيب السائل كالعطورات لا مانع أنه يتطيب في ثوبه وفي بدنه وهو صائم، لأن هذا لم ينهى عنه، ولا يذهب إلى حلقه ولا إلى جوفه. وكذلك لو أن البخور جاء إليه وهو ما تعمد، جاء إلى أنفه من غير تعمد، لا يؤثر عليه، مثل الغبار اللي يدخل في أنفه، مثل الذباب اللي يدخل في أنفه من غير تعمد، لا يؤثر عليه. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، لكنه كان مالكا ليربه عليه الصلاة والسلام، لا يخاف من ثوران الشهوة. ما الإنسان الذي يخاف من ثوران شهوته كالشاب والقوي يكره له أن يقبل زوجته وهو صائم لئلا تثور شهوته. نعم. لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. نهى شابا عن قبلة امرأته ورخص فيها للكبير، للشيخ يعني للكبير. لماذا؟ لأن الشاب مظنة ثوران الشهوة، وأما الكبير فليس مظنة ثوران الشهوة لكبره وعجزه. نعم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد بن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن. نعم. وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. يعني القبلة للصائم فيها التفصيل، بالنسبة للذي يخاف من ثوران الشهوة يكره له ذلك تجنبا للأسباب التي تفضي إلى ما لا يجوز، وأما الذي لا تثور شهوته كالكبير هذا لا بأس بها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. لما كان مالكا لإربه. نعم.
وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن الرجال غير وغير ذي الشهوة في معناه غير ذي الشهوة اللي ما عنده قوة شهوة هذا ما يخاف عليه لا مانع أنه يقبل زوجته نعم وتحرم التقبيل هذا ما هو للشهوة التقبيل هذا لمحبة نعم وتحرم إن ظن إنزالا وتحرم إن ظن إنزالا أما إذا ظن الإنزال حصول الإنزال من أثر القبلة يحرم عليه ذلك ما هو بيكره فقط يحرم عليه ذلك يعني هذا وسيلة إلى الحرام نعم ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة انتقل إلى المكروهات والمحرمات من الأقوال والأفعال نأجل هذا إلى غد إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم هذا سائل يسأل يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإعفاء اللحية لها أجر عظيم وقدوتنا في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإعفاؤها واجب يقول سؤالي هل ثبت عن أحد من الأئمة الأربعة أنه كان حليقا للحية بالكلية هل ثبت عن أحد الأئمة الأربعة أنه كان حليقا للحية بالكلية حاشا وكلا الأئمة ما يحلقون لحاهم وإنما يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يحلقها الجهال والسفهاء الذين يجهلون السنة نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي تكون أسفل العمائر لا بأس بذلك إذا كانت العمائر مكونة من الأصل على هذا مبنية ومجعول أسفلها مسجد وعلوها مساكن لا بأس بذلك أما إننا نجي على مسجد ونبني فوقه مساكن هذا لا يجوز نحدث مساكن فوق المسجد هذا لا يجوز نعم وهذا أحسن الله إليكم يقول هل للمعلم أن يضرب طالبه أو أن يعاقبه فإن نجد من يثرب علينا بحجة أنه لا دليل على ذلك مع أن الضرب فيه تأديب له أدب التعزير الذي لا يكون مبرحا لا يجرح ولا يكسر عظم ولا هذا مرخص فيه بل مأمور به للوالد أضربوهم عليها لعشر ومأمور بالزوج الناشز أضربوهن وكذلك المعلم معلم الصبي وكذلك السلطان والأمير له أن يضرب ويعذر فالضرب له أصل في الشريعة الضرب لأجل التأديب هذا له أصل في الشريعة واللي ينكرون هذا على طريقة الغرب ما هم على طريقة الشريعة اللي ينكرون الضرب هذولا على طريقة التربية الغربية تربية الكفار أما في الإسلام فالضرب يجوز بقدر الحاجة من باب التعزير للسلطان وللمعلم وللوالد وللزوج كل هذا وردت به الأدلة نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ذكرتم بالأمس حفظكم الله أن من أفطر في رمضان بعذر ثم زال عنه العذر أنه يجب عليه الإمساك يقول استشكل علي ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة فكيف نجمع بين هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه هذا رأيه ولكن غيره يقولون لا يحترم الوقت نعم صلى الله إليكم يقول ما حكم شرب بعض المشروبات التي ثبت طبيا أنها بعد فترة طويلة تتسبب في هشاشة العظام والفشل الكلوي يقول مثل البيبسي والكوكاكولا وغيرها من الغازات إذا قرر الأطباء هذا قالوا أنها تسبب آفات في المستقبل فلا يجوز للمسلم أن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نعم والأطباء موثوقون في طبهم
هم أهل الصنف وهم أهل الفن. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: ما حكم استماع الأناشيد التي تسمى إسلامية، وهل هي من وسائل الدعوة؟ ليست من وسائل الدعوة، ما كان النبي غني لأجل يدعو إلى الله، ولا الصحابة يعملون هذا، ولا العلماء يغنون. الأناشيد من الأغاني، ما تستعمل للدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ الوسائل ليست توقيفية، التوقيفي هو المنهج، منهج الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمنهج الدعوة هذا توقيفي، يبدأ بالعقيدة أولا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، والرسل كلهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، هذا منهج الدعوة توقيفي. ما نجي ونقول لا، خلوا التوحيد أخيرا، ولا لا تدعون إلى التوحيد، تفرقون بين الناس، اتركوا التوحيد، شفتوهم على الصدقة، على البر، على قيام الليل، على وانهوهم عن المعاصي، أما التوحيد كل على عقيدته، هذا كلام باطل، على خلاف دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمنهج الدعوة توقيفي لا يجوز تغييره. أما وسائل الدعوة فهي تتجدد في كل وقت بحسبه. الآن أنا أتكلم بالميكروفون، هذا موجود كان في السابق، هذا من وسائل الدعوة، لأنه يبلغ الحاضرين والبعيدين. الإذاعة مثلا، تكلم في الإذاعة تبلغ المشارق والمغارب، هذا ما كان موجود في الأول، هذه وسيلة دعوة لا بأس. ركوب السيارات كانوا بالأول على الإبل والخيل والحمير، أما الآن جت السيارات والطائرات، سافر عليها لأجل الدعوة، هذا طيب. فوسائل الدعوة ليست توقيفية، إنما منهج الدعوة هو اللي توقيفي. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل يقول: هل العنفقة من اللحية؟ نعم نعم، العنفقة من اللحية، جزء من اللحية. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل على المرأة كفارة إذا كانت سبب في الجماع؟ نعم. هل على المرأة كفارة إذا كانت هي سبب الجماع؟ إذا رضيت بذلك وانقادت فعليها كفارة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: بعض القنوات يكون فيها دروس علمية وأخرى يعني تكون مخصصة للأحاديث النبوية، وأخرى للقرآن الكريم، وأخرى لأفلام الكرتون للأطفال، فهل علي حرج إذا أدخلتها بيتي حفاظا على أولادي من التطلع لقنوات الرذيلة والفساد؟ لا والله، ما نشير عليك بإدخال القنوات إلى بيتك، لأن القنوات فيها خير قليل وفيها شر كثير، فيها شر كثير، فلا تدخلها إلى بيتك وأولادك، وعلمهم بدون القنوات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مقاطعة بعض المنتجات التي تأتي من الخارج؟ هذه من سياسة ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول، ولي أمر المسلمين أمر بمقاطعة دولة من الدول، يجب أن نسمع ونطيع، يعني هذا في صالح المسلمين. أما إذا كان ما صدر من ولي الأمر فنحن لا نقاطع ولا نؤثر على الدولة إذا قاطعناها بدون أن يكون هذا من ولي الأمر. فرغم أنك ما أكلت ولا شربت من إنتاجات هذه الدولة، هل هذا سيضر الدولة؟ ما يضرها بشيء، بل أنت تضر نفسك، أنت تحرم على نفسك الحلال وتضر نفسك. هذه من أمور ولي الأمر، هذه من صلاحيات ولي الأمر. نعم، إذا رأى المصلحة في المقاطعة يقاطع. نعم. صلى الله إليكم. يقول: هناك من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي في قبره، فيناديه بقوله: يا رسول الله، بياء النداء، ويخاطبه، فهل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره بلا شك، لأن الشهداء أحياء في قبورهم، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ومع هذا لا ندعو الشهداء ولا
نستغيث بهم ولا نتضرع، مع أن في القرآن أنهم أحياء، مع أن في القرآن أنهم أحياء. فكون حي هذه حياة برزخية، ما هي مثل حياة الدنيا، هذه حياة برزخية، حياة من أمور الآخرة، من أمور الآخرة، ما هي مثل الحياة في الدنيا. هل كان الصحابة يذهبون إلى الرسول ويسألونه يستفتونه في القبر؟ هل كانوا يطلبون منه الدعاء وهو ميت عليه الصلاة والسلام، يقول ندعو الله أن يغيثنا كما كان هذا في حياته؟ ما كان هذا. فالميت لا، وإن كان حيا في قبره فهذه حياة خاصة، حياة برزخية تنسلب عنها أحكام الدنيا، تكون من أمور الآخرة. فلا يجوز هذا، أن نذهب إلى الرسول ونطلب منه الاستغفار ونطلب منه الدعاء ونخاطبه ونستغيث به ونقول حي حي، لكن ما هي مثل حياته في الدنيا، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. ثم يقول: هل يجوز لنا نحن أهل السنة أن نقول في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نفديك بأرواحنا، أو مثل هذه الكلمات التي فيها مخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم بيا رسول الله، أم نحترم؟ ما ورد أن الرسول يخاطب بعد موته، إلا ما ورد في التشهد في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا خاص، نقتصر على ما ورد فقط ولا نزيد من عندنا. نعم. صلى الله عليكم. يقول أفادك الله في شرحكم صلى الله عليكم على الزاد، تقولون في من رأى الهلال ولم يعمل بقوله الصحيح أنه لا يلزمه الصوم. اي نعم، هذا القول الثاني، لأنه حكم حكم المسلمين لا يصوم والمسلمون مفطرون، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فيكون مع المسلمين ولا ينفرد عنهم، هذا هو الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: صمت في يوم 14 من شهر شعبان، فهل يجوز لي أن أصوم بقية الشهر، وما حكم من أراد الصوم للنصف الآخر من شهر؟ نعم، يجوز تواصل الصيام، إلا إذا بقي على رمضان يوم أو يومين فتفطر، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين كما في الحديث، فإذا بقي يوم أو يومين تفطر، تنتظر دخول رمضان لئلا تخلق معه غيره. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: بعض طلبة العلم يقولون إن بعض العلماء ليس له فقه بالواقع، فلا يؤخذ عنهم العلم في بعض المسائل كوسائل الدعوة والجهاد وغيرها، ويستدل هذا طالب العلم بقول بعض السلف: اسألوا أهل الثغور. فما حكم ما يسمى أهل الثغور، فما حكم ما يسمى بفقه الواقع؟ صلى الله عليكم. هذا كلام لا أصل له، كلام لا أصل، كيف يكون فقيه وما يعرف أحكام الواقع؟ الفقيه يعرف أحكام الواقع، يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا مستحب، هذا على يحكم على الواقع، ما هو بيحكم على الواقع، يحكم على الواقع، فهذا كلام لا أصل له. واسألوا أهل الثغور، هذا من باب الاختصاص، كل يسأل في اختصاصه، الطبيب يسأل عن أمور الطب، قادة الحرب يسألون عن أمور الحرب وسياسة الحرب، والفلاح يسأل عن أعمال الزراعة، والصناع يسألون عن أنواع الصناعة، كل يسأل في فنه. نعم. صلى الله عليكم. على أن نختم بهذا السؤال، هذا سؤال يعني أتانا كثيرا شيخ وتتجاوز، هذا السؤال أحسن الله إليك، أتت فيه أسئلة كثيرة يعني أوراق كثيرة، السؤال هذا جاءت فيه أوراق كثيرة، يسألون عن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، هل هم من 72 فرقة الهالكة؟ نحن نتكلم عن الفقه، نحن نشرح الفقه، خلوا درسنا في الفقه وما حوله، لا تدخلوننا بأمور أخرى. نعم.